تتركز عمليات القتال اليوم في منطقة زروبجينسكي، وهي منطقة قريبة من ماريوبل. هنالك قتال يدور بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي في هذه المنطقة، كما أن هنالك حصار لماريوبل نفسها. وأيضا هنالك طبعا أعلنت القوات الحكومية أيضا عن قطع الطريق على يعني مجموعة من الجيش الروسي بكامل عتادها تتجه إلى منطقة دنيبروبتروفسك، وأيضا هنالك منطقة سيفيرسكي في اتجاه شيرنيغوف، وهذه المنطقة أيضا تشهد عمليات قتال، هذا بحسب الجيش الأوكراني. أما بخصوص العاصمة الأوكرانية كييف، فكان قد تم الإعلان عن قوة تم قطع الطريق عليها، كانت تتجه من شيرنيغوف في اتجاه شيرنيغوف، وتم قطع الطريق عليها في إحدى القرى بتدبير جسر للعبور بين ضفتي النهر، وهي محتجزة في الاتجاه الآخر. طبعا أيضا محاولة الهجوم على العاصمة كييف من الجهة الشمالية ومن الجهة الشمالية الشرقية ومن الجهة الجنوبية والجهة الشرقية نفسها. أيضا أعلنت القوات الحكومية عن أن هنالك يعني بدأ هجوم من الأراضي من المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، هجوم للمشاة تتقدمه المدرعات والدبابات، وعلى طول خط الحدود للمنطقتين الانفصاليتين بدأ هجوم من هذا الاتجاه. طبعا تعلم إبراهيم أن منطقة سومي كانت تشهد قتال لمدة أيام، وكانت تنتظر بالأمس بعد أن فشلت عملية الإجلاء من منطقة ماريوبل، كانت تنتظر دورها في الإجلاء بعد أن يتم إجلاء من ماريوبل. وهنا ناشد عمدة المدينة بفتح ممرات آمنة، وبالأمس كنا شاهدنا بعض الأجانب الذين أرسلوا رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نفاذ الطعام وعن الوضع المأساوي الذي يعيشونه الآن، ويطالبون المنظمات بالتدخل لإجرائهم من منطقة سومي. أيضا تحدثنا إلى بعض الأوكرانيين المتواجدين الآن في مقاطعة سومي، وأيضا هم يعانون بشكل كبير في هذه المنطقة ويطالبون أيضا بالإجلاء. طبعا عمليات القتال القوية أو المناطق الساخنة في أوكرانيا بشكل عام هي منطقة خاركوف، منطقة خرسون، منطقة ماريوبل، ميكولايف. طبعا أعلنت القوات عن السيطرة عليها مجددا بعد أن كانت قد اقتربت القوات الروسية من السيطرة عليها. طبعا أيضا هناك رفض شعبي واسع في المناطق التي سيطر عليها الجيش الروسي. هناك